بإرادة وعزيمة كبيرتين يواصل فريق شباب بوقادير تحضيراته لانطلاق بطولة الجهة الأول رابطة البليدة رغم الذائقة المالية الخانقة التي يعيش أن أبناء النادي الذين يشكلون 85% من تركيبة الشباب للموسم الحالي أعطونا درسا ومثالا للتضحية في سبيل رفع علم المدينة عاليا. بسم الله، مرحبا بقناة الأوراس المقادير الملعب، مرحبا بكم اليوم، مرحبا بكم، تابعوا رانا في جو التحضير لبداية الموسم الرياضي 2021-2022 اللي عنده. رانا في التحضير مدة تقريبا شهر، وحنا نحضروا لبداية الجولة اللي راح تكون الجولة الأولى منها بعد حوالي 15 يوم بإذن الله. وهذا ما تم تقريره بالاجتماع اللي عقدته الرابطة بالأمس بصدد تكوين فرقة من أجل الصراع من أجل الصعود بإذن الله، وإعادة شباب بوقادير للمكانة التي كانت فيها ومكانتها الحقيقية. شكركم على هذه المبادرة قناة الأوراس. بون، احنا شباب بوقادير بالك راح عندنا بالك سنتين او ما قبل زعما الفيروس الجاري مازال ما درناش زعما تحضيرات ولا لعبنا العام الفارط، ولا احنا رانا هذا العام بدينا زعما جمعنا شويه لجوا لاعبين مع التعاون مع الطاقم الاداري وسواء اللاعبين. احنا رانا ولاد بوقادير الاكثريه يعني راهم ولاد الفريق، تحضيرات رانا بالك في رانا في قرابه الشهر رانا في تحضيرات زعما اكثريه على الجانب البدني اللي رانا شغل كنا بعاد للمنافسه باش نرجعوا حنايا كلاعبين. كاين لاعبين بالك لعبوا العام اللي فات، حنا ما عندنا في عامين رانا الجانب نركزوا على الجانب البدني ثم بعد ذلك الجانب التقني. نور الدين، مدرب مساعد شباب بوقادير الناشط في الجهوي الاول رابطه البليده للموسم الرياضي 2021-2022. اولا الحمد لله سقف الاهداف تبدل ما بين الحاضر والماضي. كنا نرجعوا شهرين قبل بيت الشباب كان متشتت ومتدربين ومساعد مدرب للسيد عابد، نطمح ان نقدم موسم في القمه ولما لا ان نكون ضمن الفرق التي ستلعب ضمن الصعود. ولان بوقادير تعاني التهميش في جميع المجالات لا كره القدم فقط، يبقى امل اداره الشباب معلقا بتحرك السلطات المحليه لدعم النادي والعوده به الى مصاف الكبار. السلطات المحليه تقديمنا الدعم المالي والمعنوي للمواصلة في المشوار، كما أنه ما ننساوش وما نخفوش على أي كان أنه الملعب اللي تملكه شباب بوقادير السيابي بملعب جميل من الناحية المعمارية، إلا أنه نظر للأرضية راهي كارثية وراها عندها من 2008 لم يتم تغييرها. تلقينا وعود أنه سيتم تغييرها في مطلع السنة القادمة 2022، إلا أننا في انتظار تجسيد هذه الوعود.